طبعاً في مدينة أوتاوا زي ما حكينا في كتير كتير بايك لينز، وتعتبر من أكبر المدن في العالم اللي عندها بايك تريلز مش بايك لينز بس، لأنه ممكن تطلع من مدينة كاتين وتوصل لآخر أوتاوا بالبايك تريلز. ممكن تدخل جوا غابات وتمشي جنب النهر، وراح تلاقي في الشعار هذا الموجود هذا بس للبايكس. عم بيحاولوا الآن إنه يكثروا منها في المدينة ويزودوا البايكس. للأسف البايكس تستخدم فقط في فصل الصيف، تعرفوا إنه عندنا شتاء طارس جدا جدا، عشان هيك راح يكون صعب جدا إنه هذا تستخدم في الصيف بالشتاء، لكن it's a good way. تعالوا ورجيكم كمان شغلة حلوة، تعالوا بسرعة بسرعة. عشان البيئة وعشان إنه نحافظ على البيئة، أوتاوا دائما بتحاول إنه تخلي الناس يستخدموا البايكينج البسكليتات. في كثير لين راح نشوفها بالشارع للبايكينج، بس هاي الشغلة الغريبة عاملين لك بايكينج ستيشن عشان تصلح إذا بدك تنفخ العجل تبع البايك. هاي عدة للبايك إذا بدك تسوي أي شيء، رابطينها طبعا عشان الناس ما تأخذها، بس كل شيء موجود هون تقدر تصلح البايك تبعك هون. يا عمي أحلى حاجة. هون انتبهنا إنه التلفون ما في بطارية، فشو بدنا نسوي؟ أوتاوا عندها الحل. راح تلاقي في أماكن كتير في أوتاوا شغلة زي هيك اسمها Sun Charger أو Station Charging Station. هاي محطوطة من شركة اسمها Sun Charging Station، تعتمد على Sun صديقة للبيئة. بس يجوا عليها أربوا معانا وأشوفوا، تحطوا السلك تبعكو USB بورد وتشحر وتقعد تتفرج. وطبعا في هون Free Wi-Fi. زي ما انتم شايفين السستينابيلتي او البيئه شغله مهمه في اوتاوا واهلها وسكانها والحكام فيها. هون حاطين تقريبا زي هاي بتعبي فيها مي في كل مكان. مي اوتاوا تعتبر من انظف المياه الموجوده في العالم، تقدر تشرب دايركتلي من الصنبور او حنفيه المي. وزي ما انتم شفتوا كل مكان في اوتاوا بكتبوا باللغتين الفرنسي والانجليزي، لانه اوتاوا تعتبر بايلينجوال سيتي. اعجبتكم القناه بامل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.